وش صرا الأشهر طفل في التسعينات؟ قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم في الفيديو لحقوها ل 500 جيم. It's time. الطفل هذا اسمه ماكولي كولكين اللي مشهور بالدور تاع كيفين من فيلم هوم اللون، وهو من مواليد 26 أوت 1980. نبداو بالطفولة ديالو اللي عاش فقير والعائلة ديالو عانوا بزاف وكانوا ما عندهمش منبا واش ياكلوا، وزيد كانوا عنده 6 خوا كاع عايشين في بيت وحدة. كي دخل كولكين يقرا بدا يمثل على المسرح باسكو والديه كانوا حابينه يمثل لانه كان شباب وكانت عنده موهبة في التمثيل، وبدا يبان في البيبليسيتي كي كان في عمره 4 سنين برك. وكي وصل 9 سنين جذب انتباه هوليود وعرضوا عليه شركة تاع ديزني باش يدير فيلم هوم اللون، وين الفيلم هذا نجح بزاف ما كانش واحد ما شافش الفيلم هذايا، والارباح تاع هذا الفيلم فاتت 500 مليون دولار. وهنا ولا ماك اكثر طفل مشهور في العالم، وجاوه بزاف عروض تاع التمثيل من بزاف شركات، ووصلت الثروه تاع كيفين اكثر من 70 مليون دولار. ومور ما كيفين دار بزاف دراهم باباه حبس الخدمه ديالو ولا وكيل الاعمال تاع وليده. لكن الحاجه اللي ماشي نورمال هي باباه كان فاسد ويستغل الشهره تاع وليده والثروه ديالو. وهنا بابا كيفين كان يقبل كاع العروض تاع الفيلم اللي جيوه وما كانش يخليه يريح على جال دراهم. وما تنساوش بلي كيفين كان مازال صغير وهم ليك بعض اللقطات من الاعمال ديالو. Of Richie Rich. Hello? Richie, dear. Liver is rich in protein. Get married, teacher, because then he'll give you all A's and it won't be fair. وموراها كيطلب ماكولي من بابه باش يدي روبو ويريح، بابه عيط عليه وزعف وضربه. والحاجة اللي بدلت الحكاية كامل هي كيوصل ماكولي ل 14 سنة، انفصلوا والديه وحكت له يماه كلش بلي باباه دالو أكثر من 50 مليون دولار. وهنا ماك راح شكب باباه باش ينحي الوكالة ديالو وربح في القضية. ومور ما ولا حر قرر ماك باش يحبس التمثيل للأبد، ومالقري عرضوا عليه بزاف دراهم باش يولي للتمثيل هكذاك ورفض هادشي. لكن في عام 2018 عاود ظهر في الشاشة في بليسيتي تاع جوجل، وفي الإعلان هذا يعاود ماك يصور مشاهد تاع الطفولة ديالو اللي كانوا في فيلم هوم اللون، ودوك نوري لكم اللقطات. Mom? Hey Google, add aftershave to my shopping list. Hey Google, remind me to clean these sheets later. Okay, I'll remind you. Begin Operation Kevin. Operation Kevin underway. You better get out of here before somebody sees us. وموراها تزوج ماك بالمرأة اللي حبها وعنده طفلة صغيرة ووعدهم باش تعيش مليح ماشي كيما عاش هو. وكتب رواية على القصة تاع حياته، وفي الرواية هذه كانت كاينة رسالة لبابا في الرواية اللي هي: كنت نتمنى نعيش فقراء باش ما نخسركش، ما نسمحلكش اللي خليتني نبكي وخليت يما تبكي. وحاليا ماك راهو يعيش حياة عادية بعيدا عن الشاشات والأضواء، لكن ما نقدرش نعرفوا واش كاين من الغدوة. وليكيب قبل ما نكملوا الفيديو، أي واحد فيكم حاب يخدم لوجو بروفيسيونال ولا كارت فيزيت مرحبا بكم في لاباج ديالي انستغرام فلاح بون لوجو، دوك نخليها لكم لهنايا، كونتاكتيوني لتماك ومرحبا بكم كامل. إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، خليونا رايكم في الكومنتار، ما تنساوش تابوني وتاكتيفيو لاكلوش باش يلحقكم الفيديو جديد ان شاء الله. سلام.